فضيلة الشيخ عطية الصقر، نود أن نعرف ما هي صلاة الضحى وما فضلها وما عدد ركعاتها، وهل يجوز صلاتها في جماعة؟ صلاة الضحى هي صلاة النافلة التي تؤدى في الوقت الذي بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى وقت الظهر، وفضلها عظيم، جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: يسبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها قيل 8 ركعات وقيل 16 ركعة. أما صلاتها جماعة فجائزة وليست ممنوعة كسائر النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين تطوعا، وصلى معه أنس عن يمينه، كما صلت أم سليم وأم حرام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة، والله أعلم.